بعد أن ذكر الله تعالى المناظرة التي جرت بين إبراهيم عليه السلام وقومه، وذلك في قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين، إلى قوله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. قال الله تعالى بعد هذه المناظرة: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة أن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، الحجة البرهان والبينة والدليل. قال مجاهد بن جبر في تفسير ابن كثير: وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه غلبهم بالحجة، آتاه الله الحجة فغلبهم في شأن التوحيد. قال مجاهد رحمه الله تعالى: وذلك في قوله تعالى: وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. قال: فحكم الله له لإبراهيم، حكم الله له فقال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. فالحجة مع إبراهيم عليه السلام، آتاه الله الحجة على قومه، وهذه أعظم حجة. لا إله إلا الله، العقيدة الصحيحة، التوحيد، الاستدلال بالأدلة الصحيحة، دي أعظم الحجج. شكي الرسول عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري قال لعمه أبي طالب في السياق، في سياق الموت، في لحظات الموت، قال له: يا عم قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، لأنه دي أعظم حجة. أنت لو لقيت الله بالكلمة دي أعظم حجة تنجو بها من عذاب الله سبحانه وتعالى، كلمة التوحيد لا إله إلا الله. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن الله حرم على النار، في البخاري ومسلم من رواية عتبان بن مالك رضي الله عنه: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. دي أعظم حجة في القيامة وأعظم حجة في الدنيا. زول زول التوحيد عنده الأدلة بخلاف زول الشرك. ومن يدع مع الله إلها آخر يدعو غير الله سبحانه وتعالى في الشدائد وفي الكرب وفي جلب المنافع، يقعد ينادي يا المكاشي ويا البرعي ويا الكباشي ويا صايم ديما ويا ود بدر ويا طه العركي، اوك ينادي في الشيوخ ويا البكري. قال لك: ومن يدع مع الله إلها آخر، نادى الشيوخ، نادى الأولياء،
نادى الصالحين، نادى الأصنام، نادى الأحجار، نادى الأشجار، نادى الجن، نادى الإنس، مش دعا غير الله سبحانه وتعالى؟ آية. ومن يدعو مع الله إلها آخر، مع الله يعني يقول يا الله ويا شيخ فلان، زول بيقول يا الله ويا شيخ فلان، ما قاعد يقول يا فلان براو، ولو قال يا فلان براو شرك كفر، ولو قال يا الله ويا شيخ فلان برضو ده الشرك، لأنه شارك شيخ فلان ده مع الله، يا الله ويا شيخ فلان شاركهم سوا. الله دي ما دايرة، دايرة التوحد، تنادي براو سبحانه وتعالى. قال ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، ما عنده دليل، ولا مشرك على وجه الأرض بيقدر يقدم الأدلة الصحيحة سندا واستدلالا في مواضيعها، ما يقدر، والله ما يقدر، ما في دليل على وجه الأرض، ما في دليل أبدا، لا في القديم ولا في الحديث، على إنه غير الله ده تناديه وتستغيث به وتلجأ له وتدي حق الله سبحانه وتعالى، ما في. عشان كده قال لك لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه، وهكذا كل من اتبع إبراهيم عليه السلام وأتى بالتوحيد فإنه ينتصر على قومه إن كانوا أهل شرك. نرفع درجات من نشاء، ده يوريك إنه الربعة بالحجة والعلم والتوحيد، الحجة الربعة بالحجة والعلم والتوحيد، ما في ربعة من غير توحيد. أي زول على قطع له في المجتمع ده، ولا في أي زمن من الأزمنة، على اللي اشتهر، أي زول اشتهر من غير توحيد، شوف بعد فترة بتلاشى طوال، بتلاشى بينتهي. وده يملوا الإعلام، يملوا وسائل التواصل، وتلقاهم فايرين، والعالم جت يتكلم يشغلوا بالبنان، مو داعي تشري، بعد شوية تلقاهم انتهى، كسر طوالي انتهى. أنا سي دعاة الشرك في البلد دي، ما انتهوا؟ انتهوا. عن البابكر ده لافي من سنة 96، قبل 96 لافي، طق طق في التاريخ المكعب، لموا فيه وناظروه كسروا انتهوا منه، والمناظر رفعها في النت، الناس في أمريكا يحضروا يضحكوا، الناس في تشاد يحضروا يضحكوا عليه، الناس في أم جميل يضحكوا عليه، الناس في الكاميرون يضحكوا عليه، الناس في أي في مصر في لبنان في أي بلاد الدنيا، أي بلاد في الدنيا دي يحضروا فيه يضحكوا عليه ويتكسر، بقى زي بعير الأجرب يوم ذاك شفته في العربي ماشي عاد بفتران وشه تغير، والله الذي لا إله إلا هو كسر بهدل، لأنه أنت ما بتعادي الله سبحانه وتعالى، ولو عظموك جاء الخنجر في الخنجر جاء في المولد في المقطع قال فيه كلامه الشيخ ده قال والله البرعي في حياته قال ما يدافع عني إلا حامد بابكر، معناه ده زول شنو؟ زول خطير يعني، قال في حياته قال البرعي قال اللي بيدافع عني بس حامد بابكر، وحامد بابكر القرآن بيقرأه غلط، وغلط ما بتسمعه في الأرض نادر إلا عنده، بيقرأ السماوات، في زول بيقرأ السماوات، ده جمع مؤنث سالم، تقرأ السماوات أو جمع مؤنث، تقرأ السماوات، السماوات ترفع تنصب بالكسرة لأنه مؤنث السماوات كده، ده شيء معروف، قرأ الأجرومية بس بيعرف إنه الزول ده إعرابا ده يخليه النص في القرآن ويصلحوا فيه، وزول سايقة سايب الخلق، المهم يتكسر. صلاح الخنجر ده صلاح الدين بدوي الخنجر، هذا من جهة الدين، جوطك دي في التلفزيون وفي الفيسبوك وما بعرف والواتساب يتكلم واليوتيوب، وجوطة جوطة جوطة جوطة، جا وقعات كذي عشترا مرة واحدة، الله زلاه زل غريب مرة واحدة، إذا صح التعبير زل غريب، قال غير الله بينزل المطر، الشيوخ بينزلوا المطر،
وجاء السند الأخير ده السند جاء قال الكباش بدي الجنة وغير الله بخير وكركاب بدي مطر من غير سحاب كركاب بدي مطر من غير سحاب. فالله في القرآن أبطل الكلام لكم قال أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون. أنت اللي بتخلق الجنة ولا الله المخلق؟ شيوخكم اللي بيخلقوا الجنة ولا الله سبحانه وتعالى؟ نحن خلقناكم فلولا تصدقون. أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ والله أبطل موضوع المطر ده بالنسبة للشيوخ قال أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ ما كلام هذا؟ ده تكسر بجنبه انتهى بقى مضحكة خنجر بقى مضحكة والحين بالرسائل قاعد ضحكوا خلاص انتهى. جاء محمد انتصر الإزيري 4 قنوات تكلم فيه ومحل ما تمشي ناس كانوا بدرسوا معانا في مدرسة هنا في بحري في اسمها مدارس الغد في كافوريا أساتذة كبار والله أنا كنت بعتبره الناس فاهمين في أكاديميات لكن واحدين لقيتهم قراعيب ساي دقوا فيهم مقلب يجوني الصباح الإزيري الليلة قال كذي أفنمت لهم الشبه قال كذي أرد كذي ده كذي كذي أيوه أستاذ فهمنا فهمنا ثاني اليوم الثاني كذي لما في الناس دي خما كذي بعد فترة براوي تزلى ما رقى في أمريكا طبعا البلد دي بيكرهوا أمريكا ناس الدين فيها بيكرهوا أمريكا وإنت مشيت وقالت الأمريكان دي وقعدت معاهم وحبيتهم وحبوك ونصرتهم ونصروك خلاص البلد ده البلد دي بيجرحوك براو بيدوك جرح مفسر طوالي ودي حاجة طيبة كون يكرهوا الأمريكان والمجرمين عرفتها؟ ماشى لأمريكا وبراو جاب لسان الله زلب لسان قال مشينا البيت الأبيض في أكبر القاعات في السودان قاعة الصداقة والميكروفونات جنبه كذي زي خليط النحل قدامه شفتها اشتغل الله بارك فيهم في ميكروفونات المهم قال مشينا البيت الأبيض الصف الأول قعدنا في الصف الأول في البيت الأبيض في أمريكا وذاته زي الجامع عمل الصف الأول قال وجا الكونجرس الأمريكي وهيئة الكنائس جو قعدوا معانا وعملنا ورشة مع القسيسين وجايبين ذاته لذلك ده جايبين والله في مجموعة بتاعت نصارى في صورة ثابتة هسه لو خشيت اليوتيوب وكتبتها بجيبها لك في الرديم ناس راد منه وجايبين الصورة ثابتة في المقطع بتاعه هذول صف طويل فيه الرجال ونسوان وخواجيات وخواجة الرجال عرفتها وناس نصارى صليب فوق جنب السدر الصليب علامة الزايد الزايد وناس اللي جبتها وهو واقف في نص مورط يعني ما جمال رسالة والدول اطلق واقف في النص طيب وبيجاي له وبيجاي نسوان ورجال نصارى بيسموهم مسيحيين ده مجرم مرقى هناك وقال الناس الرضا عننا تب قال الأمريكان وناس الكنائس وكذي تكلمنا عن التطرف في النهاية قالوا الدين الما متطرف والدين البتماشى وكناس كعبين الدين البتماشى معانا قال يا هو التصوف الدراويش بدل يبكوا قالوا الله أكبر فرحانين إنه النصارى راضين منهم والله المشكلة ما في التكبير في الله أكبر المشكلة فيك أنت ده الفرحان إنه النصارى راضين منك ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع فيه ملتهم ها كسر نفسه مشى كسر نفسه وهذا آدم رقبته بيقول هذا الناس عرفوه على حقيقته أي زول تسأله عاجل عن الإزير يقول لك يا ده بتاع سياسة ساي ومرقى في أمريكا وده مجرم زاي مشى للكفار ديل قعد معاهم كمل الايتام بيجاي واكل كميه من الايتام بيجاي ومشى مع هذيل هناك اللي بياكلوا خنازير مشى لهم هناك زول مجرم فالناس دي يا جماعه اي زول كونوا على يقين رفع راسه بالشرك
أعرفه ده شنو؟ ده خلاص ده معناه آذن بهلاك، وده دار الله دار يذله سبحانه وتعالى في كل مكان. هسي ظهروا واحدين دعاة للشرك زي اللي زي كده، ظهروا في محلات كثيرة. واحد ظهر في الجزائر اتردم، واحد رد على من السودانيين قاعد يصرخ في الجزائر مجرم شفته عنده وحدة وجود. واحد ظهر في المغرب يقول للكملي سيد الكملي، واحد رد مؤمنين تلاميذه صرخوه عرف الحاصل عرفته ردموه من البلد دي بس ردود. واحد ظهر السلام بعد يظهر جديد كذب أمس عنده وقت بتسمع به قريب ظاهر بدأ كذا يظهر كذا إن شاء الله برضو دار يتكسر، لأنه مما تظهر بالشرك معناه أنت دار تتكسر، لأنه الله ما بيتحارب، ما بتقدر تحارب، ولا عندك أسلحة تحارب بها رب العزة والجلال. وما يعلم جنود ربك إلا هو. في ناس الله أهلكم بضبان بس ضبان والذبابة والتخش لفي أضانه نخرته النمرود ده ما قالوا كذب، النمرود ده ما في التاريخ المؤرخون يتكلموا عنه كذب، ذبابة خشت له مش قال أنا الله، أباعوضة خشت له في نخرته باعوضة والراس بقت تزن اقعد تزن له، اجي نوم تزن له، اركب تزن له، ادو ضربة ما بتقيف إلا لعلات الخادم بتاعه، يشيل الخادم بتاعه مخصص الخادم ويشيل نعلاته ويطقها به حتى تقيف شويه، تاني بعد شويه اديها ضربه بجاه ما بتقيف، مرته تدي كف ما بقيف، ولد المطلب في نخرته ما بقيف، جيبوا الخادم شو الزول لك الزول بيخدم جيبه جيب نعلاتك نعلاته تعجلت ما عارف، المهم اديه تر تقيف شويه ريحتني يا اخي الله يريحك. ما قلت الله ما قلت الله انت مجرم انت بس يا ولد والله الذي لا اله غيره الخادم بتاعه يزيد الله بزيد لك يا انت بتحارب الله، الله بتحارب. وتلك حجتنا اتيناها ابراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء الرفعه من الله سبحانه وتعالى ان ربك حكيم عليم. قال ابن كثير إن ربك حكيم بأقواله وأفعاله بكل شيء، عليم بمن هو حق بالهداية بمن هو حق بالضلال أو ممن يهتدي وممن يستحق الهداية وممن يستحق الضلال. ولو سمع الحجج ولو قامت عليه في المقابل الحجج وأراد الله له الهداية رده إلى الحق، وهكذا من أريد به الضلال بقي على ضلاله ولو قامت عليه الحجة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ده إبراهيم عليه السلام، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، هداهم الله تعالى للدين الحق دين التوحيد. ونوحا هدينا من قبل، ونوحا هدينا من قبل إبراهيم، لأن نوحا عليه السلام قبل إبراهيم عليهما السلام. ومن ذريته داود، الضمير في قوله ومن ذريته الصحيح، والله أعلم ما ذهب إليه ابن كثير والبغوي أو ما ذكره ابن كثير وذهب إليه البغوي، قال ومن ذريته ومن ذرية نوح، الضمير الثاني ده ومن ذريته من ذرية منه نوح، لأنه ذكر بعض الأنبياء الذين هم قبل إبراهيم عليه السلام، فما ممكن يكونوا من ذرية منه إبراهيم كما سيأتيك البيان منهم. قال ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين. ذكر داود عليه السلام، معروف داود كان يعمل حدادا وهو من أنبياء الله، كان يصنع الدروع وكان مجاهدا في سبيل الله، ومرت قصته في سورة البقرة. وسليمان
وستأتي قصته إن شاء الله تعالى في مجموعة من السور، منها سورة النمل، سليمان بن داود، وأيوب الرجل الصبور النبي الكريم، وسيأتي ذكره أيضا إن شاء الله تعالى. وأيوب بعد إبراهيم، أيوب عليه السلام بعد إبراهيم، ويوسف وهو من ذرية إبراهيم، يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق، وموسى وهو أيضا من أنبياء بني إسرائيل من ذرية يعقوب، يعني جاء بعد موسى جاء بعد يوسف. وهارون، قال البغوي هارون أخو موسى وولد قبله بسنة. وكذلك نجزي المحسنين، هم جميعا من المحسنين الذين أحسنوا فيما بينهم وبين الله تعالى في العبادة والمراقبة والإخلاص والصدق إلى آخره، وأحسنوا إلى الخلق بتبليغ الدعوة وبالإحسان بأصناف الإحسان المعروفة. وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس، كلهم من الصالحين، كلهم أنبياء، وسيأتي ذكرهم إن شاء الله تعالى بالتفصيل في مواضعهم واحد واحد من المسلمين. زكريا عليه السلام عنده قصة، ويحيى عليه السلام عنده قصة في أحاديث عنه، وعيسى عليه السلام مرت بنا قصته في تفسير سورة آل عمران، وتاني إن شاء الله لو الله مد بالآجال بنمر بكم قصته، وفق الله تعالى برضه تمر بكم في سورة مريم وغيره. وإلياس نبي من الأنبياء برضه، ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية يتكلم عنه برضه، بيجي ذكره إن شاء الله في موضعه. كل من الصالحين، والرجل الصالح كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتاوى في الجزء 32، الذي قام بحق الله وقام بحق الخلق. وإسماعيل النبي المرتضى، واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا، وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة، وكان عند ربه مرضيا. وليسع، ويأتي أيضا ذكره إن شاء الله تعالى. ويونس ابن متى صاحب الحوت، ولوطا، وكلا فضلنا على العالمين. في نبي من الأنبياء هنا اختلف فيه المفسرون وهو إلياس، فقال بعض المفسرين إلياس هو إدريس عليه السلام، نقبله ثلاث نبي قبل إبراهيم عليه السلام، وهو قبل نوح عليه السلام اللي هو إلياس. على هذا القول على أن إلياس هو إدريس، والقول ده نقله ابن البغوي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، قال إلياس هو إدريس. قال البغوي لكن هذا القول ليس بصحيح، طبعا في نقولات مرات عن الصحابه ما سابق، ومرات بتثبت لكن الصحابي يكون خالف صحابي ثاني والحد مع الصحابي الثاني. فإلياس هو نبي، قال البغوي الصحيح ان إلياس غير إدريس، إلياس نبي يعني منفرد وحده، وإدريس نبي منفرد وحده يختلف عنه. والدليل الآيات بنفسها، لأنه قال ومن ذريته، من ذرية نوح، وإلياس قبل نوح، إدريس قبل نوح، وإنما إلياس بعد نوح، إدريس عليه السلام قبل نوح. وابن كثير رحمه الله تعالى قال إدريس من أوائل ذرية آدم، يعني بعد آدم، بعد الذرية الأولى والثانية، وبعضهم يعدوا الرابعة، يعني في الصفات الذرية الرابعة من آدم عليه السلام قبل نوح عليه السلام بسنين طويلة، ده إدريس عليه السلام. طيب، فيبقى إلياس نبي يختلف عن إدريس عليه السلام. قال ومن آبائهم،
قال البغوي قوله تعالى ومن آبائهم، لأن في آبائهم من كان على الشرك، لذلك قال ومن آبائهم بعض الآباء، ومن آبائهم وذرياتهم، الذرية معروفة من الأبناء وهكذا، وإخوانهم الأنبياء رسل، وعندهم أخوان برضو شنو رسل وأنبياء، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم، معنى واجتبيناهم واخترناهم، واجتبيناهم واخترناهم تفسير البغوي، وهديناهم إلى صراط مستقيم، إلى الطريق المستقيم القويم وهو الدين الحق، ذلك هدى الله، قال البغوي ذلك هدى الله، ذلك دين الله للتوحيد، يهدي به من يشاء من عباده، من اختارهم رب العزة والجلال، ولو أشركوا مع جلالة قدره للأنبياء، والله ذكر آباءه وذريات وأخوانه كله وأنبياء ورسل، وفيهم من أولي العزم من الرسل، هذين فيهم أربعة من أولي العزم من الرسل في الآيات، إبراهيم ونوح وموسى وعيسى، أربعة من أولي العزم من الرسل، خامسنا النبي عليه الصلاة والسلام، لكن في الآيات دي أربعة، دين أفضل الأنبياء والرسل، وهنا 18 نبي من البداية القصة إلى النهاية، 18 نبي دين بأسمائهم، وفي واحد ما ذكروا بأسمائهم، أنه قال ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، بعد ذكر 18، بعد قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، هذا وعيد شديد وتهديد مخيف، إن كان هذا في حق الأنبياء فكيف بغيره، قال لك الشرك ده يحبط العمل، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، قال ابن كثير رحمه الله تعالى هذا وعيد شديد وتهديد، كقوله تعالى ولقد أوحي، ابن كثير أورد الآية قال ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. يا الناس يقول لك شنو يا كل يوم توحيد توحيد، ما في الا التوحيد فيه، لكن قال لك التوحيد ده والكلام في الشرك ده بأمن ليك العمل، ده تأمين للعمل، انت كنت تعمل تعبان وتأكل بالجزرة وتصلي لليل وبتحج، يقول لك ده كله سلب حج، ها في الطواف بتقول شنو في الحج؟ لبيك اللهم لبيك، ثم ثاني شنو؟ لبيك لا شريك لك لبيك، وده ما يعوضات الموضوع اللي بيقول لك الصبح، ما يعوضات لا شريك لك، ده ما يعوضات موضوع التوحيد، انت ما كل سنه بتمشي تقول، وكل صلاه تقول، وكل رجعه تقول، بتقول اياك نعبد واياك نستعين، طيب انت ثاني ترجع ورا ليه؟ تقعد تنادي بالشيوخ، وتقعد تعلق بالعباد، وتقعد تقتنع بالوداعين والدجالين، اي مجلس بتاع وداعيات ولا وداعين تشارك فيه انت مورط، والله تشارك فيه انت مورط، وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم، حرام تقعد مع الدجالين والمجرمين والمبتدعة وأهل النفاق، حرام في الشريعة الإسلامية، فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم زيهم، مرة تلقاه تقعد ترمي في الودع ودير فتوات قاعدات جنبها ونسوان وناس قاعدات كلكم سوا في الزلمة، بس دي مجرمة زيادة، لكن كلكم في الذنب مشاركين، موضوع خطير، ولا واحد تلقاه قاعد في نوبة والشرك شغال، يجيبوا لهم مداح والجماعة قاعدين في النوبة والنوبة شغالة،
تل 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 شغال نوبة، وبعد شوية يقولوا في المدايح الشركية، والله إن ناب خطب في البلاد نزيل، قل يا ولي الله إسماعيل نادب العباس فناديه، يا أبا العباس هم بيقولوا لك نادب العباس فناديه، سيدي ساكن فاس فناديه. ومرات مدايح ذاتها ما مفهومة، شغل دجل زايو واستخفاف في عقول الناس، والله يقولك ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأخبش، والقرض ده إن أكلتك وخطيته جنب لسانك الصباح وتلقى لسانك أبيض يعني تاكله، لكن توديك الآخرة قرضك يا ذو المال، شغل التصوف والقرض والبلاوي. الله قال يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، في قرض خدتوه معك هوا الساي، والله يغشوك يدقوا فيك مقالب، ينشفوا جيبك وينشفوا عرضك وينشفوا عقيدتك، انتوا منا يفسدوها واي شيء، واخرتها يبكروك قرض، واخرتها يخلوك تزغرت، بقوا يزغرت عديد. انا دي حارقاني جدا مع الشرك، دي حارقاني جدا. يقعد يقول لك ساري الليل للقرض قرش، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، دي مدحة، ما هو الحبوب ما هو الأغبش، عنده حصانة ما بتفتش، كهربته العالية بتحر التش، دي مدحة. داري يقول لك صلي عليه، أصلي على من الكهرباء ولا على الحبوب ولا أصلي على من، وين الرسول عليه الصلاة والسلام هنا تصلي عليه مستقبل ولا شيء، ولا يقول لك دخل بلياء طلع كيكي، دي مدحة سمعتها بأضاني، طلع بلياء طلع كيكي، ما هو الفجر ما هو البامبي، هذا يكون شنو، طلع بلياء دخل بلياء طلع كيكي، هو شنو كيكي ذاته، وهم دخل وهم مرق ذاته، ودخل وين ومرق وين ذاته. يا جماعة دي ما ناس مستهبلين وبيلعبوا الناس، التالت دار تمدح الرسول عليه الصلاة والسلام تقول دخل بلياء طلع كيكي، كيكي هذول كيكي التجداد، هذول كيكي ذكروا في مديح فيه كيكي، ودخل بالياء، الياء ده طبعا حرف الياء ده آخر حرف في اللغة العربية، أول حرف شنو؟ مش الألف، في همزة الألف مش بيدرسون أسد، الياء ده آخر، ده رقم 28 ده آخر حرف، هو ده دخل ب يعني مرق طوال يعني ده دي حلوة كده، دخل بالياء معناه ده شنو؟ ده دخل بالسلم من ورا، معقول يا اخي؟ ليه ازاي استخفاف بعقول الناس؟ والله دي ما مدايح، والله ده ما دين. قال ولو اشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ده انبياء لو اشركوا حبط يعني زال وبطل واضمحل وانتهى، لا أجر لهم، حبط زال وانتهى واضمحل بطل خلاص، تاني ما في الأعمال اللي أنت عملتها. تخيل ذول عمره 80 سنة بيعبد في الله وصلي وصوم ويزكي ويحج ويصدق ويبر في الوالدين ويصل في الأرحام ويواصل الناس، وبعد ده شنو؟ يجي في آخر عمره ينادي لشيخ يا البكر يا الحقنا عملوا جد يروح، ده ما كلام مخيف. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال تعالى أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوة، الكتاب الكتب المنزلة، الحق والحكم الفهم والفصل بين الناس والعلم، أرجع تفسير البقرة وتلقى كلامي، والحكم الحكم الفهم والعلم والفصل بين الناس، والنبوة معروف النبوة كانت في هؤلاء الذين ذكروا، النبوة النبوة من النبأ الخبر، تأتيهم الأخبار من الله تعالى عن طريق الوحي وهكذا. فإن يكفر بها هؤلاء، والله ده عظيم جدا، فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما
ليسوا بها بكافرين. الله قال لو كفروا دين أنا عندي ناس ما بيكفروا. في تفسير ابن كثير في تفسير البغوي في تفسير ابن كثير نقل عن ابن عباس وعن جمع من المفسرين عن ابن عباس وعن الضحى وعن سعيد بن المسيب عن ابن عباس وعن سعيد بن المسيب فإن يكفر بها هؤلاء أهل مكة أهل مكة لو كفروا بهذه الدعوة وبما جئتهم به يا محمد صلى الله عليه وسلم فقد وكلنا بها بهذه الدعوة قوما يهديهم الله تعالى وكلهم الله تعالى يهديهم يحملون هذه الدعوة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. في تفسير البغوي أي الأنصار الأنصار وأهل المدينة. وفي تفسير ابن كثير فإن يكفر بها أهل مكة والعرب والعجم فقد وكلنا بها المهاجرين والأنصار دير الصحابة فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين وإنما هم أهل الإيمان وأهل رجولة وأهل دعوة أولئك الذين هدى الله الأنبياء هداهم الله للدين الحق فبهداه مقتدي أي اتبع اقتدي بهم قل لا أسألكم عليه أجرا هذه قاعدة في الداعية الناجح أنه لا يسأل من الناس الأجر الأجر ما دار منهم قروش أموال ولا عرضا من الدنيا من عرض الدنيا الزائل لا يريد أموالا ولا عرضا زائلا أي داعية بجدار قروش فما داعي الحق إما يجي تلقاه يتحكر وباعد يخط له منبر ولا كرسي ولا عن قريب والنساوين يتلمن وشايل لها أكياس زي فراشة الروضة شفتها يبيع في الحاجات وتلقاها بجاي هاقدم حاجة ب500 ودي بخرة ب300 وده حجاب بألف وده كمون فيه بركة من العين بكذي يلقط قروش النساوين إما غفلات دراويش سائلة زاوية مغفلات ما في خير لو في خير كان خلنا طوارئ المرأة النجيضة هم تقعد لي شيخ تقعد لي كيف يعني تقعد لي كيف يشيل قروشة ويدوق فيها مقلب في العقيدة أخطر مقلب في العقيدة تاني في مقالب تاني هم تتقال لكن أخطر مقلب في العقيدة خلى عقيدتها في شيوخ المرأة مسكينة الدفع مقلب ما بتفهم تاني إلا تخد جهنم بعدين بعد تخد جهنم شغلة بتقع عليها تعرف إنه تورطت في الدنيا ونصحوها ما تنتصر عاملة فيها يعني ركوب راس ما بنخليه ما والله يجب لا الناس دي نشروا الشرك في العالم جد زي ما ذكر الصنعاني رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المعروف تطهير الاعتقاد ولا الشرك انتشر قال في العالم كل في جميع الأقطار والبلدان والأقاليم قال في مصر وفي تونس وفي نجد وفي تهامة وفي غيرها من بلدان المسلمين قال نشر الشرك قبب وعقائد منحرف يا أخي في ناس في المدينة والله ناس في المدينة في المدينة ينادوا يا بطل في المدينة قبل 5 سنوات واحد من الشباب من قال من أخواننا ده اسمه محمد نورين معروف نحسبه والله وحسيبه قال والله واحد في الحرم المدني في المسجد النبوي في الحرم المدني في المسجد النبوي عتم قال يا المكاشف قال جنبي قال يا المكاشف قال قلت له عليك الله ست لو دار تشرك هذا قبر الرسول عليه الصلاه والسلام وده ابو بكر وده عمر تمرق بجاي للجامع بتلقى الصحابه كلهم
في البقيع تنادي المكاشف إلى السودان تفهم في الشرك أنت بليد في الشرك ما بتعرف تشرك زي الناس على قلبك في الحرم في المسجد النبوي ودي حجرة عائشة هنا فيها أبو بكر وعمر والرسول عليه الصلاة والسلام جنبهم عدر قال يا المكاشف حتى أنا لو بقيت صوفي ومشرك مش كان بنادي الرسول صلى الله عليه وسلم ولو ناديته ده شرك كعب شديد لو جنب القبر ناديته كعب شديد وفي المختارة كتاب المختارة للمقدسي رحمه الله تعالى أثر قواه الألباني في موضعين في كتاب تحذير الساجد وفي كتاب أحكام الجنائز أثر قوي ثابت أن الحسن أن علي بن الحسن ابن علي ابن أبي طالب عفوا علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب ويلقب بزين العابدين علي ده وأثر قواه الألباني ثابت وهو في كتاب المختار للمقدسي علي ده رحمه الله تعالى من خيار التابعين رأى رجلا يدعو عند القبر بيدعو الله سبحانه وتعالى ما بيدعو الرسول عليه الصلاة والسلام بيدعو الله جل وعلا عند القبر قبر النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال له فرجة كذي قد يعني زي شباك دخل راسه وبيقى بيدعو بيقول يا رب أسألك كذا لكن ذلك يتبرك بشو بالمكان يعني إنه جنب قبر الرسول عليه الصلاة والسلام فقال له علي ده زين العابدين من أهل البيت تقول تضعف فيه كمان تكلم فيه قال له يا هذا لا تفعل نهاه فإني سمعت أبي يحدث عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد اللهم لا تجعل قبري عيدا أو كما قال نهاه تدعو جنب القبر ما تدعو تعتقد أنه في فضل زايد تدعو هناك بس جنب تخش الجامع تصلي تدعو بعيد في أي جامع في غيره ولا جنب القبر قال لك ما تدعو ده الصحابة وده التابعين واتباع تابعين وقولوا كذا ونقلوا عن الرسول عليه الصلاة والسلام تجد يقول لي يا أخي أنا في المسجد النبوي تنادي المكاشف لا بجوز تنادي المكاشف للكباش ولا بجوز تنادي أبا بكر الصديق ولا بجوز تنادي عمر بن الخطاب وشيرك ولا بجوز تنادي الرسول عليه الصلاة والسلام الرسول قال لك أنا ما تناديه خلي المكاشف قال يا غلام إني أعلمك كلمات احفظ الله يحفظك احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل منه فاسأل الله قال لو أنت موجد تنادينا أنا فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن لله واعلم أن الأمة خلي المكاشف واعلم أن الأمة جد واعلم أن الأمة لو اجتمعت كلهم اجتمعوا بالصحابة على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف فزول الزول يستفيد من الآيات دي شكي قال أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدي قل لا أسألكم علي أجر أي زول يجي يردد قروش الناس يا أخي أنت داعية تدعون للآخرة كيف تشيل دنياهم وانت بتدعون للآخرة كيف تشيل منهم الدنيا تقول تشيل قريشات وكذا وما بتخجل والله الصوفية ذي شيوخ وما بخجل انتهى الخيابة ما بخجل لكن الناس شغالين في السوق الرجال وده شايل كوريك وماشي باري لك الله دار يشتغل زي الراجل وداك شايل خدار مارقة من الصبح وقبل الصبح شايل يشتغل خدار وده مكانيكي بيجاي وداك بيغادي سايق لك كارة وده بيجاي على التالي وده بيجاي مشى مغلق المغلق وده دكتور شغالين وقاعد في الفريق بيمشي الرجال ما في شيء يمشي يشوف له ظل يترمي فيه والجماعة النساوين العاطلات لأنه لو نسوانا نجاط لو مرة نجيضة ما بتعمل عملية زي شيخة تعب
راجل تعبان في السوق وهو قروش وتمشي تديها لراجل ثاني، دي مرة ما كويسة والله. كده خلايش دي مرة ما وفية، دي ما مرة نقيضة، ولا دي بتربي التربية الصحيحة، لأنها هي ما مربي أصلا. تمشي ياخذ تبرك لها لراجل تبرك في الواقع، وهو يعاني لها في وشها، ولا بيخجله كمان. لقيت صوفي يسوي له درس بحاجز، ها؟ لقيت صوفي يخد حاجز كده زي ستارة ويبدا يدرس النزوان، لقاك ولا بلاقيك ولا الله اعلم ما بلاقيك، بيقعد كذا مباشر كذا. قلت لي شنو علويه؟ يا عود يجي في فرط قضانك علويه بتخاطبها بالطريقه دي؟ قلت لي شنو اكلتهم وكذا يا فلانه؟ خليك يقعد مباشر بخاطبك وهين قدام والشعر يتكشف وشنو كذب وتفصيلات ما بنقدر ثاني نقول، بلاوي كثيره في النهايه غدت كده شاتم. يلا راح وكذب المبروكات طلع على البياض، ده بياض ولا سواد يا اخي؟ طيب غدت كده شاتم ويمشي امشي وخليه 200 ورقات بس. واحد جنب القطينه قال دكانه ملان، الشيوخ بيجوه كل مره اطبح لهم وبدو 3 ورقات خدتها تحت الدرج. قال جارك الله قدر ما يجوني والدنيا وراءه دي الدكان ماشي نازل، الرف ملان علب صلصه بعشوائي بقى النص، الرف الثاني ملان دقيق بقى النص، الرف الثالث ملان سكر بقى النص، شويه شويه لما عدى والشغل انتهى. دين زي مسيلم الكذاب جابوه من عثيمين، قال جابوه لبير، البير كان فيها مويه، بقت المويه شويه جابوه عشان يبركها، اول ما اخذت يده في البير المويه شويه ذاتها ختست بقى الطين. الدين نفس الشغل بيورطوك يا زول، بيشيلوا كروشك وضيعوا بهايمك زاي، اخذتها من الناس. الدين ده ما دار لشيوخ، الدين ده ايه حديث، وتعبد الله وتستقيم، صلي وتمسك مصحفك تقرا، والمراه تقضي شغلاتها في البيت وتخدم راجلها، والراجل يمشي يشتغل في سوقه ويلقوا فراغ يعبدوا الله سبحانه وتعالى بتلاوة القرآن وكذا في شغله يحتسبه كذا. ده الدين من عرض وغيره من المسائل كذا، نكتفي بهذا القدر. فإذا مد الله في الأجال ووفق نواصل في وقت لاحق. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد، هذا وصلى الله